شخص طبيعي مغربي اللي كنعرفوا ان المغرب هو البلد الوحيد اللي تيمتاز بارغان وبشجره ارغان، وهذا الشيء علاش قررنا اننا نديروا اون جام ولا واحد لاماك اللي كتختص بانتاج مواد طبيعيه بزيت ارغان، مواد ديال التجميل. وارغان بطبيعه الحال حنا بغينا نمثلوه احسن تمثيل، لاننا كنقوموا بالتصدير ديال المنتوجات ديالنا خارج ارض الوطن، والحمد لله لقينا نتائج اللي مرضيه، لان الناس اللي خداو عندنا المنتوجات ديالنا وداوهم فقط كهدايا رجعوا باش ياخذوا المنتوجات اللي هم هما باش يخدموا بهم هما. بطبيعه الحال كنا كنختصوا بمنتوجات مغربيه للوجه، للشعر، للجسم، وكذلك روائح مثلا ديال البيت، ديال اللي نقدروا نديروهم في شركات في استقبال، نقدروا نخدموا بهم مثلا في مناسبات. وبالنسبه لنا مثلا كيف ما قلت لك كاين اكثر من منتوج 400 منتوج مغربي، وكاين اكثر من 50 اغوم او لا رائحه او لا نكهه اللي في منتوجات طبيعيه، مثلا في جيل دوش، في صوابين، في الروائح المنزليه، وكذلك في الزيوت ديال التدليك. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.